بهذه الدعوة التامة والصلاة القادمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المجتمعات من أفضل المجتمعات بالمسجد الحرام. وسنواصل الحديث اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي وولدي ومن الماء البارد. أكرمنا من فتنان سلمة بسلام ودمتين صوبة مرحبا مرحبا ورح رحمة يوحنا أبدك عنا الحمد لله سبر مران لقبرنا سقومات لذكر الله إبارة نبزح الله تهجب لذكر الله.